تظاهرة اليوم الرابع انطلقت من أمام جامعة السليمانية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلبة، ما أسفر عن إصابة أعداد كبيرة منهم بالاختناق وفقاً لمركز مترو. قوات الأمن منعت وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات دون موافقة لجنة المحافظة الأمنية، وأعلن ناشطون من بغداد وباقي المحافظات والأقضية مؤازرتهم لمطالب المتظاهرين في السليمانية، وخرج بعضهم في وقفات تضامنية. في هذا الوقت وافق مجلس وزراء كردستان خلال جلسة الأربعاء على صرف مخصصات طلبة الجامعات والمعاهد في الإقليم، معلناً تخصيص موازنة خاصة لوزارة التعليم العالي لحل مشاكل الأقسام الداخلية للطلاب وتقديم الخدمات ومساعدة ذوي الدخل المحدود منهم. ويطالب المتظاهرون بتحسين ظروفهم في الأقسام الداخلية وتسلم منحهم المالية الشهرية التي قطعتها حكومة الأقليم منذ 7 أعوام بسبب الأزمة المالية والاقتصادية.